ايه اللي انقذ مدير الامن؟ يعني امنيا هنا بقى انا عايزه اسالك، يعني ربنا الحمد لله انقذه اكيد ربنا في المقام الاول، ايه اللي انقذه؟ احنا بنتكلم في فرق تاخر ايه؟ ثواني. توفيق اللي كان يحالف مدير الامن كونه قياده امنيه، الحقيقه قياده امنيه محترمه، ده حقيقي. تواجدها في مسرح الشارع وفي العمليات تواجد مؤثر وملموس. ربنا ما بيوفقش حد في عمليات الا ان يكون بيبذل جهد محترم. كتير من اللي بيستشهدوا يعني بيكونوا برضو من الناس طبعًا اللي بتبذل مجهود، لكن انا بتكلم هنا تكتيكيا، ايه هل فشلهم في ان هم مثلا يفجروا العبوه في توقيت معين ولا ايه؟ طبعا هو وفار الامكانيات، وكما اشرنا العمليه ضعيفه في امكانياتها. القول الامني ايضا هو يتحرك بسيارات، ربما سيارات مصفحه، سيارات قابله للتعامل مع مثل هذه الامور. هناك ربما تحرك سريع من القوه الموجوده وهي بتبقى نازله وعندها استعداد انها تقابل اي من الظروف او المفاجات التي قد تستهدفها هي شخصيا او تستهدف اي من الاماكن اللي هتكون موجوده فيها كقوات امن. فده السبب في ان هي يعني الحمد لله الخسائر في ادنى مستوياتها، الحمد لله رب العالمين. بس اعود برضو واقول لو لم يكن السيد مدير امن الاسكندريه يقوم بواجبه على الوجه الاكمل وموجود في الشارع وموجود في وسط القوات، ما هوش هو شخص ميداني وقياده ميدانيه، مش موجود، مش سجين المكاتب، لا هو في الشارع طول الوقت. ربما نتذكر له اولا هو كان حظى بتكريم وبتقدير رئاسي منذ اسابيع قليله، وقبلها هو كان موجود وقت استهداف المرقصيه وده مدير الامن اللي انقذ الكنيسه. صحيح. لما غير الابواب وقال لك لا الباب اللي لازم يكون اعاد الخطه الامنيه وتوزيع القوات بالكامل، فهو شخص ميداني الحقيقه، لان هو رجل يعني كفء في مكانه. نتمنى له السلامه ونتمنى لكل افراد الشرطه الحقيقه السلامه، لان هم داخلين على ايام صعبه، مهمه كبيره، ثلاث ايام سيقضونها في الشارع تقريبا كلها، الجهد الامني مكثف، تعليمات موجهه الى كل العناصر الامنيه من الضباط والجنود والافراد ان يكونوا في خدمه المواطن للخروج بالعمليه الانتخابيه بافضل واسهل الطرق ممارسة الحق السياسي، فهتبقى مهمتهم صعبة، مع وجود برضو علشان نبقى بنتكلم على المشهد كله ان احنا قدام عملية ضربت جرس انذار، ان احنا قد يعني قد نواجه بعض من السيناريوهات غير المتوقعة، الضغط الامني والملاحقات من الممكن ان يتسرب منه عملية او اثنين.